السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربة. هناك من يقول ويربط الموضوع بالنسبة للمدرب جمال بالماضي وما يحدث، إلى درجة أن هناك من قال بأن جمال بالماضي راح ينسحب والعملية والقضية عملت ضجة. لا أنا قلت هذا كنت بي أسيمي والريبورد اللي كتبتها ماشي غير أنت لا نقول لك باسكو زي صار يا ضجة اليوم في المواقع الاجتماعية. أنا كتبتها افيك مي بروبر سورس، يعني ما جبتهاش من راسي. والله العظيم والله يدوخ من هذا الإنسان هذا كبير. على جال هادو لي دو جورناليست ولا جال كوا؟ باسكو لو بوبل الجزائري الى بيزون انت راك تقول لو بوبل الجزائري، لو بوبل الجزائري على بالوش كاين. فوالا. نو انا كاين لا تروك شو انجاج افيك مون بي، ماشي على جال دو جورناليست ولا على جال جو سي با كي. جا ان بروجي، انا تروك، سي ان بروجي كومان. شي بروجي تاع جمال بلمادي. موا جو سوي جوست اون بارتي دو بروجي. يا دي جوار. Il y a un environnement autour de nous, il faut que ça soit le plus sain possible, le plus propre possible. Alain Chouffou, mais c'est pas ça. Donc, ils font attention à ce qu'ils font. À la Djel Chab, justement, où ils prennent pas le Chab en otage, et après, ils prennent pas l'équipe nationale en otage, il faut qu'ils fassent attention. Anna Rahim fait des qualifications de Coupe du Monde, où il doit y avoir une synergie. Garnes, on pousse tous dans le même sens. Hana, on est juste là, on sait l'importance de notre public, on sait l'importance de notre peuple, on sait l'importance que c'est une Coupe du Monde. C'est pas tout, reste le riyada, c'est le sport. Moi, je suis pas politicien, je suis sportif. Donc, dans mon côté, j'essaie de faire le maximum possible. Les joueurs essaient de faire le maximum possible. Tout le monde a des moussoulis. Tout le monde a des moussoulis. Il fait attention à ce qu'il fait ou il joue pas à des jeux dangereux. Voilà, c'est aussi simple que ça. أخيرا جمال بالماضي يرد ويقطع الشك باليقين ويرد على من ادعى أن جمال بالماضي نهايته قربت، ويوم كان حتى اللي اعطاه تاريخ محدد 29 مارس هو تاريخ استقالة جمال بالماضي. جمال بالماضي قلتها سابقا، كانت كاينة حملة من ناس معروفين وجهات معروفة وبعض الصحفيين اللي كانوا باغيين يدخلوا جمال بالماضي في اللعبة نتاع سطشي كلوي ذراع السلطة أو الوزارة، ولو أيضا تغليط الجمهور الجزائري والشعب الجزائري وتوجيهه، بدل ما نتكلموا على تغيير جذري إزالة هذه الأشة الاتحادية منذ الاستقلال، لا راحين نتقبلوا هذه الاتحاديه بحكم العلاقه الطيبه بين بالماضي وزاتشي. اذا ما دام زاتشي متفاهم مع بالماضي يبقى زاتشي في التسير تاعو الهوي. هذا هما واش كانوا الهدف والمبتغى نتاعهم. لكن الحمد لله جبل بالماضي معروف، جبل بالماضي جابوا الشعب، وجبل بالماضي كان صريح، انا مع الجزائر. اذا كلام جمال بالماضي كلام واضح والامور حسمت نهائيا. الآن كل ما يجري هو مجرد مناورات فاشلة بالنسبة لي من بعض الصحفيين، هذو ما اللي تابعين لزطشي معروفين منذ البداية معروفين، ما يهمهم لا مصلحة المنتخب الوطني ولا مصلحة الشعب الجزائري ولا يهمهم ولا شيء. هذا من الناس يهمهم فقط مصالحهم الخاصة والضيقة مع زطشي. نقطة ورجع لسطر، مصالح خاصة، مصالح باينة واضحة وضوح الشمس. يريدون بقاء التسير الهاوي، يريدون بقاء زطشي لأي سبب، يتحججون بجمال بالماضي. الآن جمال بالماضي وضح كل شيء، أعطى الصورة واضحة، خلى الصورة واضحة. أنا راني باقي عندي مشروع واحد ووحيد، كأس العالم. الأمور أصبحت قلتها ونعودها واضحة. الآن سوف نرى هجومات مضادة معاكسة ضد جمال بالماضي، خاصة فيما يخص خيارات الناخب الوطني وبعض اللاعبين سوف يتدخلون، خاصة بعد نهاية زاتشي في انتخابات القادمة يوم 15 أفريل، يوم الحسم حقيقة، يوم الحسم 15 أفريل. سوف نرى من بعدها تدخلات وإملاءات من زاتشي لأتباعه. حقيقة خوتي الحق، يعني المحيط يعني تعفن صراحة، الوضع أصبح متعفن.
يعني لا نهدد بالفيفا ونعاقب الجزائر بالفيفا وتهدد بلادك وتعاقب بلادك على جل الكرسي. يا أخي 4 سنوات فات اللي فات حطمتوا الاتحادية، كسرتوا الاتحادية والمنتخب الوطني، مام حتى بالماضي ما تسألوا فيه والو، وهذا يعرفها العام الخاص، وبالماضي أصلا انتم ما كنتوش باغينو وما كنتوش باغينو. ظروف والشعب هو اللي فرض جمال بالماضي. إذا لا ناقة ولا جمل بأي إنجاز قدمتوه، لا يحسب لكم ولا أي إنجاز. إذا يعني 4 سنين فاتت خلاص ما بقاش تبقاو تشبتوا في الكرسي وتحكموا في الكرسي وإحنا حابين نزيدوا ونديروا. لو عينكم خدمتوا في البداية، الديماراج كان غلط والديماراج كان خطأ. إذا هذه النتيجة. الآن ما بقى لكم لا تحجوا إلا بجمال بالماضي. جمال بالماضي أعطاها لكم من الأخر وقالها لكم أنا راني مع الشعب وأنا مع الجزائر مع بلادي، وقال لكم الشعب يعرف كل شيء، والشعب يعرف باللي، وجمال بالماضي يعرف باللي الشعب ضد شيء على طول الخط. جمال بالماضي يعرف هذا الشيء ويعرف باللي الشعب هذا ضد شيء على طول الخط، لكن بطبيعة حاله حكم أنه هو مدرب ناخب وطني ما يقدرش يبقى في خلافات مع زتشي ولا حاجة، لأنه هذا الرئيس الاتحادي رئيس تاعو، يعني حقيقة هذا رئيس تاعو ممو، وهو اللي يعني كما نقول احنا القائد نتاعو بحكم طبيعة المهنة ولا. لكن يبقى جمال بالماضي على باله بكل شيء وعلى باله باللي زتشي منبوذ من قبل جماهير جزائرية ويعرفوها، يعرفها العام الخاص. مام حتى جمال بالماضي مازال داخليا حازة في قلبه هو سانكيام شوا ولا سيزيام شوا، يعني ما كانوش اصلا دايرينه في القائمة تاع المدربين ولا الناخبين الوطنيين اللي راح يتعاقدوا معاهم. كان هو خيار بالصدفة نقدر نقوله، خيار بارديفو، ما كانش هو الخيار الاول والاخير. كانوا رايحين يحوسوا اما كيروش اما بدرجة اقل كيروش، كانوا يحوسوا على رونار وعلى بعض المدربين خاصة المدرب البلجيكي اللي تكلم عليه نمبر وان ويلموتس، يعني بدرجة اقل اضعف واحد ولا اضعف حظ انه يكون جمال بالماضي كناخب وطني. يعني كل المؤشرات كانت تقول باللي هو ماهوش هو الناخب الوطني، بدليل الاتحادية اللي قالت باللي ما فيهاش. يعني صراحة اليوم بالماضي اسكت كل الافواه، صفعة لهذوما ما يسموا صحافة زتشي نزيم بالصور ولا اللي تحدى وقال باللي عندي مصادري، أكبر مصدر هو جمال بالماضي شخصيا، الشخص المعني بعد قال لكم أنا مع الشعب ومانيش مستقيل وعندي بروجي تاع كأس العالم. هذه تكفي. نفس الشيء المعزوزي اللي قال لنا في 29 مارس نهاية عهد بالماضي واستقالة بالماضي بسبب ضغوطات الوزير و قال لكم يا أخي أنا مع الشعب وراني مزلت نكمل حتى تصفيات كأس العالم، والأمور واضحة 15 أفريل على الأبواب. إذن ما بقى بالقليل إلا ما بقى بالكثير إلا القليل. إذن جمال بالماضي يسكت كل الأفواه التي كانت تروج على استقالة بالماضي بسبب رحيل زتشي، يعني يروح زتشي يروح معاه بالماضي. كفانا من الخرافات. ناخب الوطني عنده مشروع واحد ووحيد هو كأس العالم. ممكن صح حقيقة بعد ما المقابلة صارت بالأمس والتحكيم اللي شفناه الكارثي، يجب أنه يكون الشخص القادم يكون عنده علاقة قوية بالكاف ويعرف خبايا الكاف وكواليس الكاف ودوالي بالكاف، وإلا صراحة سوف نرى الويلات مع التحكيم الإفريقي خاصة في تصفيات كأس العالم. نتمنى التوفيق لجمال بالماضي الناخب الوطني وللمنتخب الوطني، وإن شاء الله مزيد من التألق خاصة في تصفيات كأس العالم والذهاب إلى مونديال قطر 2022. في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.